مرحبا سميتيني ني طويت عاود السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوك نتمنى تكونوا في احسن الاحوال في الدراسة ديالكم ان شاء الله. اليوم فيديو جديد غادي نشارك معكم ان شاء الله. اليوم غادي نضبط التصويرات غادي تشوفوا معايا كيفاش كنضبطلو والحويجات اللي كنستعمل يعني في النظافة. فكما كتعرفوا الاقفص عندي يعني فيكسين قفز تحت قفز تحت قفز يعني مصبرين مع بعضيتهم. للعلم اصدقائي يعني انا كنت كنعملها قلت نقول لكم التقضية هذه بالنسبة للخوت يعني اللي عندهم قفوزة بحال هيدا وفيهم مثقلين. دابا انا هذاك راه هو اللي عندي ديك الفوقاني هو اللي مفيكسي في الحيط يعني شابر في ديك الال الثانيين يعني شابرين فيه. فما بين كل قفز وقفز يعني شابر لهم يعني كتجي ديك اللعيبة ديالو وكنزيد نعمل لهم هاد اللعيبة هاد البياسات هادو هاهما فين هما هادو كما كتعرفوا اصدقائي كنزيد نربطهم ما بين قفز وقفز باش كيجيو شابرين مزيان. للعلم يعني باش ما يطيحوش لان شابرين غير من فوقي هادو التحتانيين اللي هازين ثقل. كذلك زدت واحد القفز من تحت كما شفتوا دابا راه كاينه تبارك الله واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه خمسه قفوزه يعني شابرين في قفز واحد ضروري كنربطهم بهادو لان الثقل ما تقدرش تعرف يعني تقدر هذيك البياسات اللي شابرين في قفز ديال السيباراسيون تقلع يا ود كلشي للارض فمن الاحسن تخدموا بهادي. كذلك الدراري اللي عندهم قفوزه قفوزه بحال هادو رانا عامل لهم راه هي كتشوفوا وحده عندك حلاها هي تما عملوا لهم بحال هادو كاملين اللي عندكم خدموا بحال هادو وقفيزه تبروهم من فوقي عاود تبروهم بحال هادو. ديك الساعه نوريكم يعني الطريقه كيفاش راه سهله باش لا قدر الله ما نعرف يطيح لك قفز ولا شي حاجه ما يهرب لك شي طائر. هذا ان شاء الله غادي يكون هو الفيديو ديالنا اليوم. غادي نقيو الطويرات ديالنا كذلك غادي نفيكسي نزيد بريركات هاد القفوز هادو اللي زدتو من تحت غادي نلصقهم بالركات غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش. وهذا هو الفيديو وتحياتي للاخوان اللي كيكومونتيو لنا والتعاليق واللي كيبارطاجيو حتى هما ومرحبا يعني بالاخوان الجدد اللي كيلتحقوا بنا على القناه مفيد ومستفيد ان شاء الله. بالنسبه للخوت يعني فوقاش كنقي التطويرات راه حنا كاملين كنخدموا وكاملين خدامين نهار واحد في السيمانه هو اللي كنقي له فيه هو السبت يعني ماشي كنصحكم يعني نظافه يومين ثلاث ايام ولا هذه وانا ما كنعملهاش كنظفوا نهار واحد في السبت هو اللي عندنا يعني والحد كنقايلو في السوق نهار السبت هو اللي كنظف لهم فيه وكندور فيه وما اذا يعني اللي ناقصه شي حاجه في السبت كنعملها له شي 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 نظافه اذا المهم شي تويشيه ناقصه اذا كنزيدها. المهم نهار السبت خصيصا النظافه الشمش ديال الطويرات شي بريكول هيدا نعملوه هو نهار السبت. تحياتي لكم وتفرجوا في الفيديو حتى اللقط تحياتي. وبالنسبة للخوت يعني شنو غادي نحتاجو في النظافة فكما كتعرفوا القفص راه هو فين كيعيش الطائر. إلا كان القفص نقي ما فيه يعني ما فيه شي فيروس ما فيه والو فالطائر غادي يكون في واحد الصحة اللي هي جيدة أصدقائي. كذلك المجاتم أصدقائي حتى هما خصهم يكونوا نظافين المشربية حتى هي الطاسة ديال الأكل حتى هي الأرضية ديال القفص حتى هي. دابا أنا هادو يعني أرضية القفص يعني ما جابتهاش كل قفزة تحيدو وغادي تنظف له الأرضية ديالو ديال السرب لأن عندي مربوطين وفاتجي كما كتعرفوا هو في وسط القفز يعني كيبقى ينبش أي حاجة كيمشى في القفز. فالسيباراسيون أنا نفيكسيهم من لوري ديك الشبكات باش ما يخرجوش لأن كيشبرهم كيبقاو يخرجوهم هادشي اللي كاين. فغادي نستعملو في النظافة أصدقائي كنستعمل لانجيب لأن ما جابتش رخيصة بحال هادي. انا يعني حتى بديت بديت كنخمل وانا نتفكر قلت علاش ما نعملش فيديو بحال دابا هذه كما كتشوفوها انا يا اصدقائي انا بديت فيها. فهذه كنستعمل لانجيت لانجيت ديال العواول الصغارين اصدقائي. هذا ديال العواول الصغارين الذره ديالو يعني كتجي مفزقه كما كتعرفوا هي هذه بحال هكذا كتجي هذه كتجي فازقه كذلك فيها واحد الرائحه اللي مزيونه. هذه كنمسح بها الطاسه ديال القفز. كذلك كنستعمل هذه اللي عنده كبيره مزيانه انا عندي غير هذه كنديباني بها يعني كنكرط بها. كنت كنستعمل الورق دابا الورق ما عنديش ان شاء الله غادي نجيبهم حتى هما وكنعملهم لان كتجي سهله انك تنقي. وهذه اصدقائي ملي كنكرطوا ديك القاع كنرشوا عليه شويه بهذه وكنمسحوا بلانجيت وكيجي ديك شي ناضي كناضي
تحياتي، خليكم معنا في فيديو اصدقاء. فانا الخوت كما كتشوفوا عندي الطاسه هذه راهي عامره، اكثريه هنايا ماكله الخوت اللي عنده الجداد نعطيها له يعني الجداد ديالو. انا عندي الدجاج ولكن الصراحه عنديهم كيوسخوا لي الصح بزاف، عندي براهمه كذلك عندي في يومي سبق لي منتح الفيديو اليوم، فغادي نقيو هذه اصدقائي. خليكم انا نمشي نحيد من هادشي هذا ونكملوا لي زيطاب الثانيه. اول حاجه هي نحيدوا هادشي هذا اللي فيها. فالخوت لي طاب الاولانيه هي اننا كنحيدوا هادشي اللي هنايا فيها كما كتشوفوا هنا، هذا عاد نجمعوا ان شاء الله كنكرطوا هذه ها انتوما على هاد الطريقه هذه. فالطاسه ديالنا هي هذه اصدقائي كما كتشوفوها، هنا عندي الماء وخلط التفاح راه تقاضى خصني عاد المهم غادي نقيوها شويه. كنشبروا لان جيت كما قلنا اصدقائي كنمسحوه لان علاش كنعمل لها هكذا باش كنردها من بلاصتها دغيا، لان الماء خوت كما كتعرفوا عتغسلها بالماء ماشي ما عتغسلهاش، ولكن هكذا احسن كتجيني هكذا يعني دغيا ترجعها لبلاصتها. كذلك تادي من كتعقموا هذا دعوه التتوين كيكون معقم فهمت. كنزيدوا واحد ثانيا نقي كنزيدوا نعقموا به اصدقائي على الطريقه هذه. حتى واحد الريحه كتخلي فيها ديال ديك لانجيت، الريحه مزيونه اصدقاء. ها انتوما كما كتشوفوها نقيه اصدقائي، وما كديرناش الوقت بزاف وما كديرناش يعني تمارين بزاف، كنكرطوا داكشي كنستخدموا هاد المناديل هادي يعني ديال لانجيت والطويرات ديالنا. ها اللهم غير بالنسبه اصدقائي نصور لكم هنايا بالنسبه للارضيه هادي حتى هي خصنا نمسحوه، هادو تاع نسالي كلشي ان شاء الله وغادي ندور عليهم غادي نمسحها اصدقاء. المهم بعدا كنقيو لهم هادي التحتانيه هي الاولانيه، غادي ندوز من هذيك ان شاء الله الشرابات حتى هما غادي ندور عليهم كاملين نبدلهم، يعني الماء كنبدلو لهم يعني تقريبا يوميا لان الماء راه حاجه ضروريه تبدلوها. واكثر يا اصدقائي يعني التويرات تراكبوا، كاينه بعض التويرات اللي كيمشيو لهنا نشربوا كيمزقوا فيها، وبالنسبه اللي كيخدموا يعني التويرات جماعيين بحال هكذا اذا كان طائر واحد مريض مشى فزاق لك يعني في الماء فراه غادي يمرطوا لك كاملين الا قدر الله، يعني هذه خصكم تردوا معها الدار خاصه يعني التويرات اللي كيمزقوا فيها، راه كاين شي بعض التويرات كيمزقوا فيها. هادشي اللي كاين وانا نكمل لكم فيديو اصدقائي. بالنسبه لخط التحت فين يكون كيصور خدموا بهذا اصدقائي، فمارجان 25 درهم يعني للتعقيد. وحنا الخوت يعني من بعد ما نطوينا خوزه كاملين بالمساعده الاخ كريم، هو تحياتي راهو بيدهم اصدقاء ديال القناه وتحيه لاي واحد. المهم من بعد كما شفتوا ما نطوينا خوزه واحد الشطيبه الارضيه، ودابا ان شاء الله غادي نضرب واحد الثيقه الثيقه اصدقائي يعني بجافيل وكذلك الصابون واحد الحكه مزيان من الارض باش ما يبقاش فيها الاوساخ، كذلك اللي كاين شي فيروس تعاود تخرج بحالها وباش يتعقر الجو العصافير. المهم النظافه اهم شيء في التربيه اصدقائي، اكدوا على التربيه يعني واحد النهار يعني اللي تنطوي فيه كلشي الاقفاص الارضيه حتى الحيوط مثلا ما كانش عندك التهويه حتى الحيوط ضرب لهم شي مسحه يعني باش ما يبقاش عندك شي فيروس عالق تما. والنظافه هي اهم شيء كما قلنا اصدقائي وكذلك ملي غادي نضرب واحد التجفيف واحد الثيقه مزيان غادي نلصق بريركتنا هاد القفوزه هادو لصقنا هذا بعدا غير واحد فيهم غادي نلصق له حيت عندي جوج براكات غادي نلصقهم غادي تشوفهم معايا في الفيديو.
قفوزة هنايا هادو الفوكو عملتهم فهاد القفز هذا هنايا قفز كبير باش يطلقو الجنيحة ديالهم، زولتهم قفز كانو في سيباراسيون صغير عزلتهم تما، وهادشي اللي كاين خوينا جبد أقفص هادو هاهما فينهم هذا وهذا. وخليكم معايا في فيديو أصدقائي حتى نكملو في الآخر. الدراري سقسوني على كالوبسيت، عندي هنايا كوبلة اللهم بارك مبيضة، وهنايا كوبلة حتى هي، وهنا عندي كوبلة بيضاء أصدقائي يعني ألبينو، وهنا عندي فاس بلون، عندي أربعة كوبلات اللهم بارك، أربعة ماشي جوج، أربعة كوبلات الله يسخر فيهم. هادو في البدالة، جوج بيهم في البدالة، تحية لماي فران شريتهم من عنده، وإن شاء الله ملي يخرجوا من البدالة نلتقوا نتوما في البراكة تعاودوا أراك الإنتاج، هادي مبيضة اللهم بارك، تيخرجوا فروخة ندير لكم فروخة إن شاء الله. تحياتي الخوت بيس ما تنساوش يبارطاج، خليكم في الفيديو تلقاه. ما نقولش متينين نيتواياج عاود، تحية للأخ كريم راه إجا في دقيقة 90 كيعاوني، المهم نضربو شي حكة مزيانة، خليكم في الفيديو أصدقاء. هنا أصدقائي واخر مرحله اصدقائي هي الجفاف، عاود واحد المسحه، واحد المسحه للارضيه، لان الارضيه كما كتشوفوا يعني واخا مكراطه وديك الشيء كاين شي بلايص ما كتوصلهمش الكراطه، ضروري واحد المسيحه للارضيه بهذه باش كتبقى نعاود الجو وما عارفين انا خاطر انا ومن بعد الخص يعني مضربنا الثقة مسحنا له مسحنا الأرضية كذلك، فنتسناو شوية نشوفو رجع لكم أصدقائي باش نلصقو بريتر، نلصقو من هاد الفيزا هادو بريتر. تحياتي. فهنا أصدقائي غادي نلصقو هاد البريكات من هاد الأقفاص هادو، عندي وحدة ليمن، عندي وحدة ليمن هادي كتسمى هي ليمن أصدقائي، كتجبد هادي كتكون من هاد الجهة هادي، وعندي هادي ديال الشمال، المهم هادو مختلفين كما كتشوفو هنا، مختلفين هادو، غادي نركبوهم أصدقائي وغادي نرجعو لكم. التركيب ديالهم غادي نلصقو لهم هاد الإل هادو، هاهما فين هما، عندي أربعة غادي نحتاجوهم، كذلك غادي نحتاجو القيقط ديالنا، وغادي نحتاجو المطرقة أصدقائي، كذلك غادي نحتاجو واحد الفيس، هاد الصغيور هذا لأنه رقيق، هنا غير غادي ندقو هنايا باش نشبرو العبار، وتحياتي. أول حاجة غادي نحتاجو الموس أصدقائي، علاش؟ لأنني كنحيد بيبان سيباراسيون، هاد البيبان هادو الجنابات، كنحتاجو الموس أصدقائي لأنني كنحيد بهم البيبان ديال السيباراسيون باش كتبقى لي الأمور هي هادي. كنحيدو هادي الخوت، دابا عاد نصبرو العبر باش كيجي لنا العبر لاصق، الصراحة كان خصني ستيلو هنايا، ولكن غادي نقضيو. فهادي أصدقائي غادي نحتاجو هذا باش نعمرو به يعني نجيبو العبار هنايا كما كتشوفو، you
الطريقه سهله، قلت يعني كنلصقوا هذا الال هذو. الدراري زعما كنصحكم يعني ببياضه بحال هذو، لان حتى الكوبله كترتاح فيها، كتجبرتي معها المشاكل مره. وكنصحكم تشوفوا واحد الفيديو عدلت بياضات، كنت عدلته من راسي، راه في دافينية معدلة. المهم هنا كاينة الدراري كتمعدلين، والصراحة كنت بعت منه معاود، كنت عدلت بياضات مزيونين. هانتوما الخوت، انك كما كتشوفوا هنايا هي البراكه ديالنا. من الاحسن ملي تكونوا كتركبوها ما تكونش يعني الكوبله يعني في القفص، يعني تكون محايده من القفص. كما كتشوفوا الباب كان حايده لا مره ديال السيباراسيون، ومن بعد يعني ملي كنبغي نحتاج السيباراسيون مثلا نبيعو ولا شي حاجه كنركب له البويبه ديالو كتبقى.
فدري الكاس ديالنا اصدقائي وما هادو كما كتشوفوهم اللهم بارك هما معاوطين بلاصتهم مسائل ديالهم بويبات هادو حيدناهم ترجعوهم هادو نخليهم يعني مخبيني رانا يا اصدقائي انا اللهم بارك هانا فياسه عاودنا هادو ان شاء الله نعملو فيهم كوبله كوبله كما كتشوفوا يعني عندي هنايا الذكوره عندي نساوي الذكوره هنايا اللهم بارك يعني ماشي غير واجدين وصافي كيتسناو العريسات سوكر سبانكل دوبل ريمبو المهم غادي نختار شي كوبلات وغنزلهم تما ان شاء الله غنعملهم هنايا وهذا باقي خصني ندلو براكه عندي براكه نزلو براكه تحياتي اصدقاء فكان هذا هو الفيديو ديالنا اصدقائي كما كتشوفوا يعني ضربنا واحد الشطيبه نقينا قفيزات كذلك مطوينا الارض ضربنا واحد التجفيفه يعني بالصابون كذلك جافيل للتعقيم اصدقائي كذلك كما شفتوا معايا وريتكم يعني كيفاش لصقنا هاد البريركات هادو ان شاء الله نختاروا كوبلات كوبلات يعني من هادو اللي عندي في هاد الاقفاص الكبيره وغادي نعملهم تما ان شاء الله يا ربي وكان هذا هو الفيديو نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو هذا شي حاجه الى فيديو قادم ان شاء الله تحياتي وكما العاده تحيه للخوت كاملين منطقه سنكويره والعالم كامل الدراري اللي في اوروبا كيتابعونا حتى هما الدراري اللي في الدول العربيه الشقيقه حتى هما تحياتي ليهم ونتمنى تبارطاجيو معكم القناه اصدقائي باش توصل لاكبر عدد ديال الاصدقاء المولوعين بالعصافير والطيور وهادشي اللي كاين وتحياتي الى فيديو قادم ان شاء الله ما تنساوناش في التعاليق قولوا لنا كيف استفدتم من الفيديو هذا كذلك كتبوا لنا التعاليق اصدقائي باش يطلع الفيديو ولي لايك وبارطاج تحياتي اصدقائي